بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخيار، أهلا وسهلا بحضراتكم. معلش أنا منقطع فترة كده، مشغول في بحث الدكتوراه بتاعي، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى بنحاول نناقش إن شاء الله في الشهر ده هو خلال مارس إن شاء الله، فدعواتكم بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى. منقطع عشان مشغول، ولكن في ظاهرة بصراحة بتحصل في الخيار وخصوصا في الشتاء، فقلت قبل الشتاء عشان يبقى عندنا استعداد ليها في الأيام اللي جاية، ياريت نركز مع بعض بس في الخمس دقايق ده همت عشان نعرف الظاهرة ده. هي زي ما بيقولوا في الموز، في ظاهرة بسموها أو فيروس بسموه تورد القمة في الموز، على قد ما أعرف يعني في الفاكهة. ففي حاجة برضو بسموها، أنا أقدر أسميها إن هي تورد القمة برضو، أو تقزم القمة في أو تكسر الثمار في القمة النامية بتاعة الخيار، ودي ناس بتشتكي منها كتير. تمام، المفروض يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده هوت ان القمة النامية عبارة عن خليط من الأوراق ومن الثمار. كل النبات ما بيحصل فيه نمو بفلة ورقة زي دي بتسيب ورقة معاها الثمرة بتاعتها. تمام، الورقة اهي في قبط كل ورقة بتلاقي فيها الثمرة بتاعتها. تمام، الكلام ده هوت لو حصل تكتلات زي اللي في ايدي دي طبعا ده ما بيحصلش، القمة النامية بتقعد واقفة والخيار ما بينتجش خالص خالص خالص، واقف. تمام، الظاهرة ده هيت لها عدة عوامل مسببة ليها. تمام، اول العوامل ده هي يا جماعة قد يكون حلمدودي، ده واضح. الحاجة التانية ان هو قد يكون ناتج من البرودة، البرودة لما بتعلى على النبات او تنزل قريبة من الصفر واحد اتنين لفترات كبيرة من الايام بيحصل ان هو النمو بتاع النبات بيقف، واول ما بيقف النمو بتاع النبات بيقف منين؟ بيقف من القمة النامية دهيا. طبعا الخيار ده طبيعي ما فيهوش اي حاجة خالص، انا بس بشرح لحضرتك. يبقى الحلم الدودي هو احد الحاجات اللي او العوامل اللي هي بتسبب الظاهرة دهيا. رقم اتنين ممكن البرودة اللي بتوصل لحد الواحد واتنين وتلاتة لفترات كبيرة من الايام. تمام، الرقم تلاتة انك ترش بمبيد تركيز بتاعه عالي، وده حصل معايا في القصة دي. تمام، هو التركيز مش عالي، ولكن في دايما في اوائل الخطوط وهو بيرش العامل بيركز دايما على المنطقه دي. تمام، يعني يقعد ماشي طول الخط بتاعه ماشي تمام التمام، ما فيش اي مشكل خالص، ولما الخيار بيكبر تلاقيه بقى بيتجلى بقى في الايه في المنطقه ديت، ويقعد ما بصدق ان هو طلع من الخط في الاخر، يقعد رايح جايب البشبوري فوق، يا عم كفايه غسيل يعني زي ده زي ده، لا هو ما عندوش مشكله. تمام، فالتركيز بيعمل لي المشكله ده هيت، خصوصا لو تركيز الفطري المبيد الفطري كمان بيكون اكتر. يا جماعه انا لاحظت الفطر بيكون اكتر، وخصوص والمخلوط بيبقى اكتر من الكل، او قد تستخدم مبيد خاطئ يسبب لك المشكله اللي انت فيها دهيا. تمام، طيب الحل ايه يا جماعه في القصه دي؟ الحل يا جماعه في القصه دهيا ان احنا لازم يكون عندنا صحوه شويه، وان احنا نركز في الحلول. الحلول قلنا المشاكل، قلنا يا برودة، يا إما يكون فيه تقزم حاصل من الحلم الدودي، يا إما يكون عندي تركيز مبيد عالي. تمام، اللي عنده مع إن مش لاقي الظاهرة دي يعني لا في الكتب لا في العربي ولا في الإنجليزي بصراحة. تمام، ولكن اجتهاد الإنسان يعني قدرت أتوصل لي إن إحنا ممكن نحلها إيه عن طريق تجربة بسيطة خالص. تمام، عندنا حاجتين، الحاجة الأولى الحلم الدودي، والحاجة الثانية هتكون إيه؟ هتكون البرودة. تمام؟ طيب أنا ليه عشان أعالج طب أستخدم إيه؟ أستخدم الاتنين مع بعض. بمعنى إيه يا مهندس؟ بمعنى إن أنا هروح أجيب حاجة فيها سيتوكينين أيا كان، يعني أنا عندي الكلباك، ما بوصيش في الكلباك بس، لا في عندك مليون حاجة فيها أوكسينات وسيتوكينين. تمام؟ أنا عندي الكلباك. تمام؟ الكلباك طبعا في كل الدول وكل ناس مع يعني عارفه. تمام، انا بستخدم الكلباك. تمام، اللي موجود عندي، هتقول لي مش موجود عندك اي حاجه فيها اوكسينات وسيتوكينين، هتلاقيها تمام التمام. وهتبدا بالكلباك ده هوت، هتحط بمعدل، هتحل تجيب قدر من الميه ده هوت 5 لتر مثلا او 10 لتر على قد اللي عندك، 20 لتر 100 لتر، وهتبدا تحط بمعدل 10%
يعني 1% قصدي، يعني لو عندك 100 لتر مية هتحط عليهم 1 لتر كلباك، تمام؟ تحط عليهم 1 لتر كلباك، تمام؟ في المية، تمام؟ وما تزودش الإحلال بتاعك عن 1 لـ500، يعني 1 لـ500 كويسة. ممكن تحط 1 كيلو كلباك على 2 لتر على 200 لتر، ما فيش أي مشكل خالص، تمام؟ وهنروح على مبيد، أي مبيد حشري، تمام؟ أنا حطيت الكلباك ليه؟ عشان في سيتوكينين وأكزينات هتبدأ تشغل لي القمة النامية اللي هي واقفة عندي ده، هي ثم تدمرة ده هي اللي أنت شايفه ده، أنا قطعها طبعاً مكان تاني، مش الخيار ده اللي فيه المشكلة، تمام؟ هيبدأ السيتوكينين، تمام؟ هيشغل لي القمة النامية دي، تمام؟ بس طريقة الاستخدام ايه اقول لك عليها. هتحط بمعدل 1 لتر كلباك او اي مركب فيه اوكسينات وسيتوكينين وطحالب بحرية والكلام ده كله اللي انت عارفينه، بس يكون مركب محترم يعني، تمام؟ انا بوصي بالكلباك، في عندك مركب محترم استخدمه، تمام؟ هتستخدم مركب زي دهوت بمعدل 1 لتر على 100 لتر ميه، تمام؟ وبعد كده حضرتك هتجيب برضو المبيد اكاروسي، ولياخد فيرتيميك، ياخد اي مبيد عندك اكاروسي، تمام؟ الاكاروسي هنحطه ليه في الميه؟ هنحطه عشان نعالج بيه الحلم الدودي. ليه؟ من المشكل حتى انت مهما رشيت لو النبات عندك كبير مش هتطول الحته دي، تمام؟ مش هتطول الحته دي، مش هتقدر توصل المبيد لجوه ده، تمام؟ طيب بعد ما عملت كده حطيت ده بمعدل نص لتر، نص جرام في اللتر، تمام؟ وده بمعدل حطيناه بمعدل 1 كيلو او 1 لتر لـ100 لتر ميه، تمام؟ طيب حطينا الاثنين مع بعض، هنقلب كويس وهنخلي كل عامل ماشي بإناء زي ده هوت 2 لتر ولا 3 لتر ويمشي في الخيار، شايله لو هو صغير او هو كبير، تبص تلاقيه يعمل لي كده يغطس للقمة النامية وهو ماشي. ليه بغطس القمة النامية؟ انا عايز اضمن ان المبيد وصل لهنا، لان مهما عملت بالرش لو النبات طويل او قصير عمر الرش ما هيدخل لك في المنطقة دي. فانا بقى باخدها كلها كده اهو واعملها كده وانا ماشي بسرعة، العامل ماشي يقرب التانك ده او القدر المية ده هو يمشي وعلى طول يحط كده هو ماشي في الخط، مش هاخد معاه 3 دقايق، تمام؟ انا كده ضمنت ايه؟ ضمنت ان انا غسلت المبيد القمة النامية كلها في السيتوكينين، لان هي ديت تعتبر النمو القائد بتاع النمو بتاع النبات. يا جماعة لو انسان قطعت رقبته خلاص مش هينمو، هي كذلك هي دي بمثابة رأس الإنسان اللي فيها التنفس بتاعه وفيها التناول الطعام بتاعه وفيها الأسنان اللي بتعمل عملية الهضم الأولية، هي دي في الخيار بالنسبة للنبات، هي ديت القمة النامية ديت هي بمثابة الرأس بتاعت الإنسان. فباخدها كده وأطهرها من إيه؟ من الحلم الدودي عن طريق إن أنا حطيت فيرتيميك أو حطيت أبامكتين، وبرضو الحالة التانية إن أنا حطيت إيه؟ حطيت المنشط ده هو بتاع السيتوكينين والأوكزينات. وأنا ماشي كده هو ببدأ كل رأس نبات والنباتات كلها تتعمل دي ما تاخدش معاك حاجة، هتلاقي تحسن في ظرف إن شاء الله يعني 3-4-5 أيام كده، هتلاقي الدنيا اتظبطت معاك خالص، تمام؟ أعرف الدنيا اتظبطت معايا إزاي، هتيجي حضرتك على النبات كده هو وتيجي على آخر ورقة اتفلتت كده هو وهتربط خيط أو أي حاجة كده هو أي نشان كده، وتشوف بعد كده بعد 3-4 أيام تراقب في ورقة جديدة ولا ما فيش. لا في ورقة جديدة، هي بقى احنا التجربة ناجحة معانا وكويسة. دي المشكلة وأسبابها والعلاج بتاعها زي ما قلت لك، لو اتبعته ان شاء الله بإذن الله تعالى هتلاقي الدنيا تمام التمام. وبقول لك الخيار ده ما فيهوش اي مشكل خالص، خيار ممتاز جدا 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 ما فيهوش حاجة، ولكن الحالة ده هي زي ما قلت لك انا جايبها من مكان تاني. بتمنى ان حضراتكم تكونوا استفدتم الفيديو ده هوت، ودعواتكم لنا بالتوفيق خلال مارس ان شاء الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.